بسم الله الرحمن الرحيم. ده الفيديو رقم 6، هيبقى بعنوان يوترس. اكتب لي بقى صفحة 87 تحت 55، يعني اكتب لي 87 تحت صفحة 55. تمام. طيب مبدئيا قبل بس ما نبدأ شرح برضو المقدمة بتاعتنا بتاع كل مرة عادي. بص يا معلم، انت عارف ان الفيميل يعني ارخم كائن موجود على وجه الارض تقريبا، صح؟ فاي جار ليه علاقه بالفيميل، اذا كان بقى يوترس او بريست او ايا كان اللي هنتكلم فيه، هيبقى بايخ جدا. تمام. فمعلش تعالى على نفسك بقى كده، واعصر على نفسك ليمونه وافهم معايا واحده واحده، وانا برضو لحد ما احاول ان انا ان شاء الله يعني اظبطه لك. افتح على صفحه 87 من تحت، اللي هو بتاع البيربرال سيمسيس. هو اصلا البيربرال ده او البيربرال سيمسيس ده اللي هو حمى النفاس. تمام. انا ليه بقول لك ترجمتها بالعربي؟ عشان التالي، عشان اللي هقوله لك دلوقتي. اصلا في الاول في الاخر، ده في الاول في الاخر يعني انفلاميشن. تمام. فانت مستني تلاقي ايه في اليوترس؟ مبدئيا هلاقي اليوترس كبير في الحجم شويه، ده رقم واحد. اليوترس هيبقى مغمق، هيبقى براون، وده على فكره اول مره هنلاقي ان في حاجه اوبيك او براون، اوبيك براون يعني حاجه غامقه نتيجه هيموريج. قبل كده كنا دايما بنقول ان في كونجستد بلاد فيسل، صح؟ هنا بقى في حمى النفاس ان هنا حصل هيموريج. تمام. طيب هو الطبيعي يحصل هيموريج، الله اعلم بقى بصراحه، بس ده يوترس وكان فيه مثلا نفاس اللي هو بتاع الستات، فلازم أن يكون فيه هيموريدج. تمام. فالدنيا تشبك معاك شويه. طب لما يحصل الهيموريدج ده، قال لك مبدئيا هيسيب لي مكانه حاجه اسمها فاسكولار ساينسز، يعني فتحات عشان الفيسلز فرقعت. تمام. وطبعا بيبقى فيه نيكروزس، يعني انت تبص جوه اليوترس بيكون فيه نيكروزس، صح الكلام؟ اخر حاجه بس احبك تعرفها يعني، ان البروتونيوم اللي حوالين اليوترس بيحصل فيه شويه لوس، يعني بيبدا يصغر في الحجم ويبدا نفقد بعض منه يعني. دي المقدمه. تعال نشوف الجار الاول. الجار يا باشا في المعمل شبه نص بطيخه كده، نص بطيخه متاكله كمان. تمام. هو اصلا يعني جارات واضحه جدا. تمام. ده يوترس برضو، يوترس اخر. لا ده مش يوترس، ده يوترس، يوترس، يوترس تاني، يوترس تالت، ده جول بلادر. يوترس. انت ممكن فهمت الفكره يعني كده، انت عرفت مكان الجار، عرفت شكله، الكومنت بتاعك ده بيتكتب ازاي. مبدئيا اليوترس ما بيجيش لوحده، هتقول ان انت معاك انلارجد بايسكتد يوترس، يعني بايسكتد يعني مشطور نصين، يعني اتنين فاليبيان تيوب واتنين اوفرز. طب انا مش شايفهم، اكتبهم يعني ما تعلقش. تمام. طب الكومنت بتاعك اكتب ازاي؟ من ضمن الواقع يعني بتاعت الفيميل، انت لازم تحفظ ابعاد اليوترس. اليوترس يا باشا بالمناسبه ان شاء الله يعني ابعاده 30 في 25 سم، والوول 5 سم، يعني جدار الوول 5 سم. وزمان انا كنت قلت لك قبل كده ان اي اورجن مفتوح بيفتحوا لي عشان حاجتين، لو في حاجه جواه اشوفها وعشان يوريني التيكنس بتاع الوول. طيب تعال بقى نشوف الكومنت بيتكتب ازاي. هتقول لي ان اليوترس ده انلارجد 30 في 25 سم، ده رقم واحد. الاوتر سيرفيس بتاعي بيبقى سموث بس بيبقى براون نتيجه الايه بالظبط كده، الهيموريدج، وهي نتيجه كمان حصل لوس للبروتينيال كفرنج. ده اول جمله. تاني جمله هتقول ان اليوترس اوبند علشان يوريني الثيكنس بتاع الوول، ان هو عباره اصلا عن 5 سم. وكمان طب ايه بقى الحاجه اللي جوه اللي عايز يوريها لي؟ هيقول ان في اوبند فاسكولار ساينسز، ودي كانت نتيجه الهيموريدج. اخر حاجه بس كده معلومه تعرفها لنفسك ان شاء الله، يعني ان بيقول لك ان الانر سيرفس عموما بيكون فيه نيكروزس ويكون فيه انفلاماتوري اكسديت، برده ده نتيجه الهيموريدج. الدايجنوستس بتاعك بالظبط كده، بيور بيرال سيبسز. تمام كده خلصت. اوريك بس الصور تاني. تمام. واضحة جدا، نص بطيخة يعني، نص بطيخة ومفيش كلام. تمام. بس يعني بقى بطيختك ديت